لازم في بداية المحاضرة عشان احنا اتعلمنا كده لازم يبقى في نوع من التشويق، وتعلمنا انه تدريب الكبار زي حضراتكم بيختلف عن تدريب الصغار. فايه هو قانون الرسالة السوداء؟ لا يا راجل ليه كده بس يا باشا، ده رسالة بيضاء، ليه كده؟ ده رسالة بيضاء ورسالة سامية و طيب هنعرف. طيب احنا قلنا ايه المحاضره اللي فاتت في الاحوال الشخصيه؟ حد يفكرنا كده سريعا عشان نوصل اللي فات بالنهارده. ثابتا بوثيقة، تمام. تمام ماشي، دي نقطة. طيب عشان نكسب الوقت احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت المقصود بمصطلح الأحوال الشخصية، عاوز أعرف إيه المقصود بالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية وفي القانون المصري، تشريعات المقارنة وتعريف محكمة النقض، وقلنا ليه يهمني أعرف وأحط إيدي على مدلول الأحوال الشخصية، قلنا تعريف مدلول الأحوال الشخصية بيبقى ليه أهميتين، أهمية من ناحية الاختصاص القضائي عشان أعرف المحكمة المختصة بنظر الدعوة اللي هرفع إليها الدعوة بتاعتي، واختصاص تشريعي اللي هو من خلالها أعرف إيه هو القانون واجب التطبيق. وقلنا ان الاحوال الشخصيه تختلف عن الموضوعات الاخرى من مسائل القانون انها بتعالج اخص خصائص الانسان المتعلقه بالزواج والطلاق والنسب والنفقه والاعتراض والمتعه والخلع والمواريث وما الى ذلك، ده بحكم الاصل. ولكن فوجئنا ان المشرع المصري اورد تشريعا عاما لكل المصريين. احنا قلنا المفروض الاحوال الشخصيه العبره فيها بقانون الديانه، المسلمين بيخضعوا لقوانين الاحوال الشخصيه الوارده في القوانين اللي صدرت 25 29 والتعديلات بتاعتها، او ارجح الاقوال من مذهب الامام ابو حنيفه والشريعه الاسلاميه. غير المسلمين بيحتكمون الى الاحكام الشريعه الطائفيه سواء يهود او مسيحيين. فايضا يهمني اعرف المساله متعلقه بالاحوال الشخصيه عشان اشوف القانون اللي انا هطبقه، انا هطبق قانون عام للمسلمين ولا هطبق قانون خاص شريعه طائفيه خاصه بالاقباط الارثوذكس او مثلا باليهود او بالاجانب. قلنا الاختصاص القضائي ان يهمني اعرف المحكمه المختصه، قلنا المحكمه المختصه بمسائل الاحوال الشخصيه هي محكمه الاسره وتختص اختصاص حصري متعلق بالنظام العام. مسائل التشريعية أو الاختصاص التشريعي فرقنا ما بين حاجتين، القوانين اللي هي واجبة التطبيق أو التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية، قلنا قوانين إجرائية وقوانين موضوعية. قوانين الإجرائية اللي هي بتنظم لي كيفية رفع الدعوة وإجراءات رفع الدعوة وطرق التقاضي وتوقيع على الصحيفة، الإعفاء من الرسوم المرافعة وما إلى ذلك. قلنا القوانين الإجرائية اللي بتحكم مسائل الأحوال الشخصية هو بحكم الأصل قانون 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون 10 لسنة 2004، وبعدين عندي القانون 13 لسنة 68 اللي هو قانون المرافعات، ثم قانون 25 لسنة 68 هو قانون الإثبات، ثم عندي القانون المدني الصادر سنة 47 في المادة 876 الخاصة بتعيين التركة خاصة بهذه المسائل. وقلنا الأصل في الدعاوى أو في المسائل الإجرائية أنه بيحكمها القوانين الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية قانون 1 لسنة 2000، لو ما لقيتش نص في قانون 1 لسنة 2000 بطبق قانون 10 لسنة 2004 أو المسائل الإجرائية قانون المرافعات وقانون الإثبات. قلنا القوانين الإجرائية الخاصة التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية قانون 10 لسنة 2004، قانون 1 لسنة 2000 تضمنوا استثناءات فيما يتعلق بإجراءات الدعوة
ورفعها والتوقيع وتشكيل المحكمة وما إلى ذلك، الكلام اللي قلناه المحاضرة اللي فاتت تختلف عن المسائل الواردة في القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. من ضمن المسائل التي تتميز بها أو تعتبر استثناء في مسائل الأحوال الشخصية مسألة الاختصاص، مسألة الاختصاص المحلي. قلنا القاعدة العامة في المرافعات أن الدعوة بترفع في محكمة موطن المدعى عليه، أنا عندي في قانون الأحوال الشخصية ده المحكمة ترفع في موطن محكمة المدعية أو مدعى عليه بالاختيار. قلنا الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام في قانون المرافعات القواعد العادية قواعد القانون المدني وما إلى ذلك الدعوى المدنية، لكن بالنسبة لأحوال الشخصية الأسرة اختصاص المحلي متعلق بالنظام العام، المحكمة التي ترفع إليها أول دعوى بين الأسرة تكون مختصة محلياً بسائر الدعاوى التي ترفع لاحقاً على هذه الدعوة، سواء رفعت هذه الدعوة من الزوجة، من الزوج، من الأب، من الأم، من الابن، من الجد، أو إن شاء الله لو رفعت حتى من النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالنظام العام. يبقى عارفين يا بهوات قلنا من ضمن المسائل الاستثنائية اللي بيتاس بها مسائل الأحوال الشخصية الاختصاص المحلي في مسائل الأحوال الشخصية متعلق بالنظام العام. ويعني إيه متعلق بالنظام العام؟ يعني المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها، يعني حتى لو مدعى عليه ما حضرش ولم يدفع بعدم اختصاص المحلي، المحكمة إذا استبان لها، لحد يقول لي افترض المدعى عليه ما حضرش، هي المحكمة تعرف منين إنه في دعوة تانية؟ عشان كده بقول كلامي واضح ومحدد، إذا استبان للمحكمة من واقع أوراق في الدعوة أن هناك دعوة سابقة رفعت في محكمة أخرى يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص المحلي وأن تأمر بحالة الدعوة إلى المحكمة التي رفعت إليها أول دعوة بين الطرفين، أول دعوة بين الطرفين تكون مختصة محلياً بسائر الدعاوى التي ترفع بين الزوجين. من ضمن المسائل اللي احنا قلنا استثناءات التانية اللي قلنا الإعفاء من النفقات والمصاريف في دعاوى الأحوال الشخصية وفي دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها. طيب القوانين قلنا في استثناءات أخرى وردت في قانون واحد لسنة 2000 اللي أشار إليها الأخ الزميل، المشرع أورد قيود على قبول بعض الدعاوى، قال للمحكمة المشرع يا محكمة ما تقبليش الدعوة إذا توافر فيها 1، 2، 3، أو ما تقبليش الدعوة إلا إذا توافر فيها 1، 2، 3. القيد الأول قلنا الدعاوى التي يقل فيها سن الزوجين عن سن معينة، سن الزوج 16، لو كانت السن تقل يبقى المحكمة متعلقة هذا الكلام وهذا الدفع بالنظام العام لا تقبل الدعوة وتقضي بها من تلقاء نفسها. القيد الثاني عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق اللي هو الزواج الايه؟ العرفي. وزي ما قال الأخ الفاضل جزاه الله كل خير، فرق ما بين لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبين النص الحالي، عشان ما ندخلش في عند حضراتكم لبس، خلينا في النص الحالي باعتبار النص القائم هو الواجب الايه؟ التطبيق. بتقول لا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزوجية ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، لا تقبل عند الإنكار، يبقى ده الشرط الأولاني. الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، يبقى ده الشرط الثاني إنه يكون عقد الزواج ده لاحق على سنة أغسطس 31، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية. يبقى أنا عندي دعوة رفعت بطلب متعة أو اعتراض على إنذار طاعة أو رؤية وهذا الزواج غير موثق والمدعى عليه ينكر هذه العلاقة الزوجية، المحكمة تقضي بعدم قبول له الدعوة. قلنا هذا الاستثناء خاص بالدعاوى الناشئة. طيب النزاع بقى في خصوص إثبات العلاقة الزوجية، لا ده هي البنت رفع دعوة بإثبات العلاقة الزوجية مش الدعوى الناشئة عن العلاقة الزوجية، لا بإثبات العلاقة الزوجية، هل الدعوة تقبل ولا لا تقبل؟ اتجاهين، آخر رأي استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن الدعوة تقبل في إثبات العلاقة الزوجية. وهنيجي نتكلم
ما هي الوسائل التي يثبت بها عقد الزواج غير الموثق؟ طيب، طبعا الكلام في القيد ده كلام كتير، حتة الإنكار، وما المقصود بالإنكار؟ هل الإنكار صريح؟ هل الإنكار ضمني؟ مجرد إنكار الزوج رفعت عليه، بدل ما ترفع دعوى إثبات زواج، لا، ده رفعت عليه صحة توقيع، راحت محكمة جزئية ورفعت عليه صحة توقيع على عقد الزواج، فجه الزوج أنكر، أنكر التوقيع بالنسبة له، والمحكمة عرفي رسمي هترفع دعوى صحة توقيع ليه؟ المحكمة قضت برفض الدعوى، المحكمة قضت برفض الدعوى، هل الحكم الصادر برفض دعوى صحة التوقيع يحوز حجية يمنع البنت إنها ترفع دعوى جديدة أمام محكمة الأسرة بإثبات العلاقة الزوجية؟ طب ليه؟ ليه؟ إثبات ليه؟ لا 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 لا، أنا بتكلم هل الحكم الصادر برفض دعوى صحة التوقيع يحوز حجية أمام محكمة الأسرة يمنعها من إعادة نظر الدعوة؟ سؤالي واضح وصريح، يحوز حجية ولا لا يحوز؟ أنا ما اتكلمش على طرق الإثبات، يحوز حجية ليه؟ مش الخصوم والموضوع والسبب؟ ها؟ لا، يبقى نحن نتكلم عملي بقى، بلاش من الكلام النظري. ليه؟ لا، ما واحد يتكلم. كلام ماشي. وهو وارد فعلا، هو لا يحوز حجية لأنه النعي وارد على التوقيع، ولكن المحكمة لم تتكلم في موضوع المحرر ذاته. قد يكون وجهة نظر الزوج في الدفع بالإنكار هناك، ولا إنكار التوقيع أو جحد التوقيع، إن هو مش هي الورقة دي اللي أنا مضيت عليها. قد ينكر العلاقة الزوجية ككتابة، لكن هو يقر إن هو كان في عقد شفوي، فإذا ما أقدرش أقول المسألة اللي هناك تحوز حجية في الدعوة اللي عندي. طيب، عاوزين نمشي شوية. طبعا في مسائل إثبات الزواج والإنكار وحضور الزوج وإعلانه وكونه ما حضرش، لكن عشان عاوزين إيه نمشي شوية، يبقى ده من ضمن المسائل الإجرائية اللي واردة في قانون 1 لسنة 2000. القيد الثالث، قبول دعوى الطلاق من الزواج غير الموثق، يعني زواج عرفي والبنت رفع دعوى بالطلاق، إثبات الطلاق أو بالتطليق من هذا الزواج العرفي، هل تقبل الدعوى ولا لا تقبل؟ تقبل؟ المادة وتقول ومع ذلك، الفقرة الثانية من المادة 17، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة. إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة، يعني إيه معنى الكلام ده؟ تمام، يبقى بس هناك شروط لقبول دعوى التطليق التي تقام من الزواج العرفي، أن يكون الزوجان، أو شرط الأول، على قيد الحياة، أن يكون المدعي والمدعى عليه على قيد الحياة. الشرط الثاني أن يكون هناك إنكار. الشرط الثالث أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة. تمام؟ الشرط الرابع والأهم أن الدعوة تكون قاصرة على إيه؟ على طلب التطليق أو الفسخ. طيب، حجية الحكم الذي يصدر بالتطليق أو الفسخ هل يحوز حجية في الدعاوى الأخرى؟ الست خدت حكم بالطلاق، فمعناها إن هي كانت زوجة ولا إيه؟ هل هذا الحكم
يحس حجية إن هي تطالب بكافة الآثار المترتبة على هذا الطلاق؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. حد بيقول يجوز؟ لا، ما النسب خلي بالكم أنا نسيت، دي دعوة خارج سياق كل الكلام اللي احنا بنقول عليه، دي دعوة مقبولة وما يعني إلا بقيود معينة، لكنها لا تتقيد بإثبات وما إلى ذلك، وهنتكلم في بعض المسائل. ها؟ هي دعوة، الحكم الذي يصدر يكون حجيته قاصرة فيما قضى به في مسألة التطليق والفسخ فقط لا غير. تمام؟ طيب، ده حبينا بس نذكر كده بالنسبة للقوانين الإجرائية. يبقى نرجع تاني نقول المسائل الإجرائية التي تحكم الأحوال الشخصية: قانون 10 لسنة 2004، قانون 1 لسنة 2000. دي القواعد الاستثنائية اللي أشرنا إليها في قوانين الأحوال الشخصية. لو ما لقيتش نص في واقعة معروضة عليا، فأنا برجع للقانون الإيه؟ المرافعات وقانون الإسلام.